عبد الرحمن. الو يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. تحياتنا لك، اهلا، تفضل. رحم الله. بس على من هذا الاتصالات، يعني مثل النوبات تجي رسائل مال تهديد وغلط كتايم، ومن نروح نشتكي يعرقوا، يطلع لنا المحكمة تقول هذا ما بي مستمسكات، لا بطلع الاتصالات مالته، علي من متصل، علي من هاي، يقول ما يصير، هو ما بي، يعني ما بي مستمسكات هذا. احنا اليوم عبد الرحمن احنا تكلمنا بموضوع الجرائم المعلوماتية قبل قليل، وذكرنا انه عسى ان يكون حامي المواطن العراقي من الابتزاز، من التهديد، من غيرها من هذه الامور، واكيد احنا بانتظار مجلس النواب ان يرجع ان يعيد النظر بهذا القانون بعد ما جمد حاليا. صحيح. نعم. يعني شفت يقولون هذا القرار حقي على مدى العالم، هذه هم التأثير، هذه يعني النسوان تطلقت من وراء هاي السوالف وراحت. صحيح، اكيد هاي الامور يعني بالتاكيد تاذي المواطن. و تشتكي يقول لك ما بي مستمسكات. صحيح. غير يقولون هذا القرار حتى العالم تقوم تطاح، العالم تتاذى، تحترم نفسه. نعم. هيك. صحيح، اليوم كثير من العراقيين يتعرضون لابتزاز الكتروني، لتهديدات، يعني مضايقات على مواقع التواصل او حتى على الهاتف، فان شاء الله اكيد احنا ننتظر من مجلس النواب ان يرجع يعيد صياغه هذا القانون وما يجمده، يرجع يشرعه وبما يعني بشكل حيادي ومناصف للجميع.